السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يلا عايزة ابتدي الفيديو، عايزة لايك لايك لايك. واذا اول مرة تشوف قناتي انزلوا تحت الفيديو في زرار احمر، اضغطوا على السبسكرايب، وكمان اضغطوا على تفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. يلا ندخل مع بعض الوصفة. طبعا انا بعتبر ان الوصفة دي من الاكلات سريعة التحضير السهلة، يعني عايزة تعملي غدا مش عارفة تعملي ايه تقفي تعمليها، عايزة تعملي عشاء على طول هتقفي تعمليها، سهلة قوي. تمام. كمان لا اله الا الله، بعتبرها من الاكلات الاقتصادية. تمام، يعني دي تقدر تعتبرها من الوجبات الاقتصادية. انا عندي هنا كلاوي وقلوب وكده، بس مقطعة مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، كلها مكعبات، القلوب والكلاوي كلها مقطعه، والكبده مكعبات التقطيعه دي. وعندي هنا بطاطسايه كده كبيره ومتحمره، بصي تحميره كده، يعني بصي اهي اتحمرت على طول يعني. وعندي سوري اوضح، اتحمرت على طول يعني ايه؟ يعني هي لونت بسرعه بس مش مستويه، فاهميني؟ خليت الزيت عالي بس نزلتها عشان تطرى شويه وخلاص، عشان عايزاها تاخد من الصوص ده. وعندي هنا طماط وبصلايه مبشورين خالص، وكان فص ثوم مطحونين او متقطعين سلايس كيفك. وعندي هنا جزر مقطع مكعبات، وعندي فلفل، وعندي بهاراتي اللي هستخدمها فلفل اسود وملح وجوز الطيب، وبحتها تشمش طبعا الماده الدهنيه تستعمليها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي في الوصفه بسرعه. ودلوقتي هنحط الماده الدهنيه بتاعتنا. تمام، طبعا اي ماده حابه انت تحطيها دهنيه، يعني سواء زي الزيتون، اي ماده دهنيه يعني انت حابه تحطيها حطيها. انا حطيت ديت معلقه سمنه، او حطي معلقه اللي هي، قصدي دي معلقه اللي هي على سمنه، واللي هي معروفه جدا لما بتيجي تحمري الحاجات زي دي تبقى تحفه قوي. يلا هديها بقى كده، انزلها تاخد الصدمه اللي هي الضروريه. وعندنا عده معجون طماطم، هوريك الطريقتين عشان لو حابه تعملي كده او كده، يعني بتقولي الطريقه اللي تحبيها اعمليها. يلا هنخليها بس ايه لمدة 5 دقايق كده، افضل اقلب فيها لغاية ما كلها تتحمر او قصدي يغير لونها، وهنرجع هنشوف هنكمل ازاي. شوفوا انا هنا كده وصلت انها اتحمرت، هبدأ ان انا اخد التوم عشان تطلع ريحته. تمام، هحط التوم، انا جبت لكم هنا عشان تشوفوا جمالها. وبعد كده هنزل بالايه، بالجزر، لان الجزر هياخد شويه سوا فهيحتاج يتحط عليها. تمام، بجد بيديها طعم فظيع. تمام كده، بس كده بعد كده هبقى انزل بالبصل والطماطم، خليكم معايا. دلوقتي زي ما انتوا شايفين طبعا شوفوا اتحمرت كويس. تمام، انا عايزه اقرمش عليها بالشكل ده، اللي هو بصي خلاص اتحمرت واستوت، ولا لو ترش عليها رش فلفل اسود وملح خلاص، فاهميني؟ تمام كده، هبدا ان انا اجيبها على جنب كده، وهاخد زي ما قلت لكم الكشمش، شويه من الكشمش حوالي، بصوا كده ننزل هنا نحمرهم. عاوز اقول لكم ان الكشمش معاه تحفه 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 تحفه، مع صينيه الكبده والقلوب والكلاوي حاجه خيال. وهم بعد كده عملتها معاكم كمان بالكبده،
اتمنى والله كلكم تجربوا الكشمش معاها. ونفشه بقى حلو. هبدأ ان انا ابعده بقى، خلاص استبعده كده اهي. تمام، التومه والبصله والطماطميه، عشان كده قلت لكم خلوهم ناعمين، فاهمين؟ عشان كده خلوا بصلايه وطماطميه ناعمين، عشان احنا مش هنخليها كتير بعدها. تمام، ده بقى تقريبا كده اهي، شايفين هنا كده بعد ما دبل خالص. بس معلومة عاوزة اوصلها لكم، عشان انا عارفة هيجي الكومنت، طب الكشمش مش هيتلسع؟ لا مش هيتلسع. ليه؟ لان انت هنا حطيتي البصل والطماطم، نزلت ميتها فراحت على هناك، بصوا كده فاهميني، فمش اديتها لسعة يعني، رغم ان هو اصلا الكشمش لما يتلسع شوية بيبقى عسل، بس هو مش هيتلسع، عشان انا متأكدة الكومنت ده هيجي لي ان هيتلسع او لا، لان انا لما كان صديقتي ضايقاها من عندي برضه سالتني طريقتها ازاي حطيت كشمش في الاخر، قلت لها لا من بدايه التحضير. تمام، فانا متاكده ان النقطه دي هتسال عليها، عشان كده حبيت اوضحها لكم كده. خلاص اهي، بصوا البصلايه دبلت خالص اهو، هبدا بقى ان انا ابهر، احط رشه جوست الطيب بسيطه قوي، بسيطه، واللي بيستحرمها ما يحطهاش يعني، استبعديها على طول، وملح هتملحي بقى، هو الملح بتاعك بتحبي زياده بسيط ده بتاعك انت، وطبعا فلفل اسود بس كده. يلا نبدا بقى نعمل ايه. هبصوا بقى، بصوا ولا بيحصل فيها اي حاجه، بالعكس تبقى زي العسل. الصينيه دي لازم كلكم تجربوها يا بنات. تمام، نيجي بقى البصلايه بقى الجميله الدبلانه دلوقتي مع الخلطه دي، مع الفلفل الحامي، الصينية دي مش هيجربها هيبصوا هيندم، هيندم بجد. تمام، هنزل بقى بالبصلاية دلوقتي بطاطاية بتاعتي، وابتدي بنيجي بقى عشان كله يندمج مع بعضه. بصوا الجمال، شايفين اللي انا شايفاه ده؟ بصوا منظرها فظيعة. البصلة مش هتحمريها، هتخليها دبلانة كده زي ما انت شفتي وبس، عشان كده بقول لك مش عايزينها قطعة، لازم تكون مبشورة ناعمة هي والطماطمية ناعمة. تمام، كده انا بقت خلاص بالنسبة لي تمام جدا جدا جدا. عايزة تقدميها بالطريقة دي، هتغطي عليها 5 دقايق بس، البطاطس تدوب شويه مع الكبده والقلوب والكلاوي، مع الكبده والقلوب يعني، ومش عايزاها كده حطي الايه، حطي الطماطم، المعجون الطماطم انا هحطها، بصوا معلقه كده ميه صغيرين، وهنا لما انا غطيت عليها وسبتها 5 دقايق طبخت مع بعض والمعجون توزع بالكامل وبقت بالمنظر ده، هقدمها في الطبق دوت. عاوز اقول لكم انها بجد تحفه، لازم تجربوها، وجبه اقتصاديه سريعه التحضير. ده خلاص خلصت يا بنات، بصوا جمالها فظيعه 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 فظيعه. دي بقى بحب اكلها ازاي بقى، تحطي اكلها بالخبز او بال اسمه ايه ربي، مع رز براحتك، بس بصوا الجمال كده، هنعملها كده على جبلها، فظيعه فظيعه فظيعه. يلا بقى ساندوتش ده يستاهلوا مليون لايك 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 لايك. بصوا جمالها، لو شفتوا جمالها هتحتاروا بجد، حاجه كده وهم. الطعم ما تستهونوش بالخطوات، هي اللي بتديله الطعم الفظيع ده. تمام، الخطوات هي اللي هتديكي بجد الطعم المش طبيعي ده. يلا ما تنسوش بقى تحطوا لايك 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 وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.